يمن نجار إجا ليشارك معنا بأكبر برنامج زراعة القوقعة، ليش إجا يمن؟ إجا يمن لأنه واجبه، لأنه سوري، لأنه هدول أولاد بلدنا، فهذا أبسط شيء ممكن نقدم له إياهم إنه نكون معهم، فنحن نتشرف بهذا الشيء وهذا واجبنا نحن كسوريين وكمؤثرين، فهذا أقل شيء ممكن نعمله يعني. طيب شفتك امبارح تأثرت وقت شفت طفل عم يسمع لأول مرة، شفت في مشاعر حسيت فيها، شو حسيت؟ فرحة هي لما هيك طفل يكون ما بيسمع ابدا وتشوفه هيك باول لحظاته، يعني لما بيكون هيك عمر جديد سمعي مثل ما بيقولوا، لحظه كثير مؤثره بصراحه يعني، ونتمنى ما يضل فيه هيك حالات ابدا تتسكر كل هالحالات طيب هي الحالات تتسكر وقت المؤثرين اللي مثلك بيوقفوا مع الناس بيحاولوا يوصلوا لهم صوتهم بالوقت اللي ملاقي فيه كثير من المؤثرين اخر همهم، شو بتحب تقول بهذا الخصوص انه حدا وقف مع الناس حتى لو كان على حسابات معينه وحدا طنش؟ أنا والله يعني بتمنى أنه ما حدا يتحيز لموضوع سياسي أو أطراف معينة، بالنهاية دول الأطفال مواضيع الإنسانية لا تتجزأ يعني، لا تدخلوها بأماكن سياسية، فوالله بتمنى كل المؤثرين يشتغلوا على هذا الموضوع، هدول الأطفال أطفالنا، هدول ناس ناسنا وأهلنا، ونحن هنم بحاجتنا ونحن كمان بحاجتهم، فياريت الكل يفكر فيهم شوي يعني. في عنا حملات تانية لمرضى تانين، في مرضى القلب، مرضى السرطان، مرضى زراعة القرنية بحاجة لأنه من يوصلون صوتهم، أنت جاهز أنك تكون صوت لهم أول شيء؟ طبعا طبعا طبعا، ما شاء الله أنتم مشكورين كمان والله، عم تتعبوا هذا نحن ما عملنا شيء والله، ونحن واجبنا دائما أنه نوقف معكم ونساعدكم ولا حتى نساعد أهلينا طبعا. شو بتحب تقول للناس، للأطفال اللي لسه ما حسنوا يجوا، للناس اللي بسوريا؟ بدي أقول إن شاء الله يعني إن شاء الله الخير لقدام، وما شاء الله ما في حد عم يقصر، وإن شاء الله يكون يعني تتسكر كل هالحالات، مو بس حالات الحلزون السمعي، ننتهي من هالقصص يعني، ما نعود نفكر فيها.